بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الشرح الجديد على قناة حوح 1981 فول 2، وأيضا على القناة الثانية الحسين ميزواد التي أدعوك للاشتراك فيه عبر الرابط الذي سوف تجدون أسفل الفيديو. في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على بعض الأكواد التي هي مهمة جدا قبل شرائك لأي هاتف يعني مستعمل أو حتى جديد. يجب عليك حفظ هذه الأكواد وتجربة يعني الدخول إلى هذه الإعدادات عبر هذه الأكواد أحباب في الله، على أساس مثلا تجربة يعني ألوان الشاشة الهاتف الذي تريد يعني شراءه، وأيضا صوت يعني الهاتف إذا كان يعمل بشكل جيد، الويب كام الخاص به يعني يعني أو الكاميرا الخاصة بالهاتف، شاشة اللمس يعني الخاصة بالهاتف، البطارية اللي هي في حالة جيدة، إلى غير ذلك. مجموعة من الأشياء صراحة يمكنك تجربتها عبر هذه الأكواد التي سوف أضعها بين يديك في هذا الدرس الجديد. لهذا شاهد هذه الفيديوهات. الكود الأول أحباب في الله وهو المهم في هذه العملية، طبعا سوف تقوم بالذهاب وكأنك يعني تريد عمل مكالمة، يعني تضغط على التليفون هنا يعني لعمل مثلا مكالمة، تقوم بوضع هذا الكود الذي هو نجمة كما سوف تشاهدون، ثم دييز يعني كما سوف تشاهدون، ثم صفر نجمة ثم دييز. سوف أضع لكم يعني الكود أسفل الفيديو. طبعا هنا سوف تظهر لك مجموعة من الأشياء لتجربة الهاتف قبل يعني شرائه، يعني فيمكنك تجربة يعني الألوان عليه، وأيضا الصوت يعني الاهتزاز، يعني تجربة أيضا سرعة الهاتف، تجربة أيضا المجموعة من الخيارات صراحة الويب كام إلى غير ذلك. مثلا يعني بعض الألوان الرئيسية لتجربة يعني إذا كانت تظهر بشكل جيد، فتضغط على الريد مثلا سوف تظهر لك يعني الألوان بشكل جيد أحباب في الله كما سوف تشاهد، ونضغط أيضا على اللون الأخضر إلى غير ذلك. إذا كانت تظهر بشكل جيد فهذا معنى أن الهاتف في حالة جيدة. مثلا هذا الخيار أحباب في الله، فقد تسمع يعني صوت بشكل يعني تتأكد بأنه الهاتف أحباب في الله يعني صوته جيد أو شيء من هذا القبيل. طبعا الاهتزاز، إذا كان الاهتزاز الهاتف يعني بشكل جيد فتضغط على فيبريشن هنا كما تسمعون، يعني فالهاتف يعني يهتز إن صح التعبير، هذا يعني بأنه يشتغل بشكل جيد. هنا في هذا الخيار أيضا يظهر لك جميع الألوان بشكل يعني متناسق بطريقة يمكنك مشاهدة يعني إذا كانت يعني الألوان بشكل جيد إلى غير ذلك. طبعا الخيار الآخر الويب كام، يعني هنا إذا ضغطت هنا يعني سوف تظهر لك الويب كام بشكل يمكنك تجربتها، يعني فالهاتف الحين يعني موضوع على شريط أو على طاولة إن صح التعبير، فمن الصعب جدا أحبابي في الله أنه تظهر يعني الويب كام. طبعا توش أيضا وهذا مهم جدا لتجربة يعني التاكتيل الخاص بالهاتف، إذا كانت الشاشة يعني عند لمسها يعني بشكل جيد أو غير ذلك، فمن خلال يعني هذه الخيارات أحباب في الله يمكنك تحديد إذا كانت يعني اللمس على الشاشة تعمل بشكل جيد أو غير ذلك. طيب يعني أيضا يعني أحباب في الله يعني إذا كان الهاتف أيضا يتم يعني يشتغل على وضع النوم يعني sleep إن صح التعبير، أي معنى آخر عندما تضغط هنا يعني وتضغط هنا يتم يعني ظهور الهاتف إن صح التعبير في وضعيات النوم sleep إن صح التعبير. طبعا هذا يمكنك تجربته أيضا هنا أحباب في الله. أيضا السماع للهاتف إذا كان صوته بشكل جيد كما سوف تشاهدون، فتضغط هنا وتستمع إلى الهاتف إذا كان صوته يعني بشكل جيد عليين، إلى غير ذلك من الإعدادات. صراحة خرجت يعني الحين عليين، سوف أقوم للدخول مرة أخرى. هذا هو الكود. طبعا هناك بعض الإعدادات الأخرى أحباب في الله، يعني إعادة الصوت إن صح التعبير إذا كانت هناك تأثير الصوت بشكل جيد كما سوف تشاهدون، يعني علي سوف أدخل مرة أخرى كما أشرت. يعني هناك يعني الكاميرا أيضا يمكنك يعني كاميرا الأمامية إن صح التعبير يمكنك تجربتها أيضا كما سوف تشاهدون إلى غير ذلك. ف
يعني الكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف إلى غير ذلك. فهناك مجموعة من الإعدادات التي يمكنك يعني الدخول إليها وتجربة الهاتف في مجموعة من الأشياء التي كما أشرت يعني هي مهمة وهي عنصر أساسي في الهاتف أحبابي في الله. طيب أحباب في الله، الكود الآخر الذي يمكنك يعني تجربة من خلاله يعني بطارية مثلا الهاتف الذي تريد يعني شراؤه قبل يعني شرائه إذا كانت في حالة جيدة وغير ذلك، وأيضا على الواي فاي، فيجب عليك الضغط دائما وكأنك يعني تريد عمل الاتصال، ثم تقوم بإدخال هذا الكود نجمة يعني كما سوف تشاهدون، ثم دي ثم نجمة ثم دي ثم أربعة ثم ستة، الأكواد سوف أضع لكم أسفل الفيديو، ثم ثلاثة ثم ستة ثم دياز ثم نجمة ثم دياز ثم نجمة. هذا هو الكود أحبابي في الله. فهنا يمكنك كما سوف تشاهدون معرفة معلومات حول الهاتف، مثلا إذا ضغطنا على فون انفورميشن فسوف يعطيك يعني مجموعة من المعلومات الخاصة بالهاتف. ثم يعني ما يهمنا كما أشرت هو حالة البطارية، فسوف تجد أيضا خيار الثاني يقول لك باتري يعني انفورميشن، يعني هنا إذا ضغطنا عليها سوف تجدها إما هي في حالة سيئة أو حالة جيدة، فكما سوف تشاهدون هنا يعني يظهر لي بأنها في حالة جيدة جود كما سوف تشاهدون يعني أحبابي في الله. فإذا كانت يعني في حالة سيئة فسوف تجد يعني كلمة أخرى كما سوف تشاهدون. طبعا المعلومات الخاصة بالواي فاي أيضا إلى غير ذلك. الكود الأخير والذي سوف إن شاء الله أخصص له يعني درس كامل من خلاله أيضا يعطيك مجموعة من المعلومات الخاصة بالهاتف أحبابي في الله، يعني وكود مهم جدا سوف أخصص كما أشرت عليه يعني درس كامل يمكنك من خلاله أيضا يعني تغيير الإيميل الخاص بالهاتف، خصوصا إذا قمت بشراء مثلا الهاتف وتم يعني عمل له بلوك، فيمكنك كما أشرت يعني تغيير عبر هذا الكود الإيميل الخاص بالهاتف. هذا الكود يعني سوف أخصص عليه درس، فنجمة دياز ثم نجمة ثم دياز ثم ثلاثة ستة أربعة ثم ستة ستة ثلاثة ثلاثة نجمة دياز نجمة دياز. هذا هو الكود أحباب في الله، سوف نخصص عليه فيتوفر على مجموعة من الإعدادات، سوف نخصص عليه درس كامل إن شاء الله، سوف أشرح فيه أيضا كيف يمكنك تغيير الإيميل الخاص بالهاتف طبعة الحال عبر هذا الخيار أحباب في الله، ثم الراديو انفورميشن ثم اختيار فون أونو، وهنا يعني سوف نقوم بوضع مجموعة من الأوامر على أساس تغيير الإيميل الخاص بالهاتف الذي يظهر هنا أحباب في الله كما سوف تشاهد. هناك مجموعة من الأوامر كما أشرت، يعني سوف أخصص درس كامل حول هذه النقطة في مستقبل الدروس أحبابي في الله. أتمنى أن الأكواد يعني قد أفادتكم، طبعا هي أكواد مهمة جدا يمكنك استعمالها قبل يعني شراء أي هاتف. لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا www.5.com ولا صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981فول، أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، وأيضا لا تنسى مشاركة هذا الفيديو المهم مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع. في أمان الله.